السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم كيفية إنشاء موقع إلكتروني بأسهل طريقة. أول حاجة لازم يكون عندك طبعا إيميل على جوجل، ده شرط أساسي. تاني حاجة هنخش على الرابط sites.google.com، حطلكوا الرابط أسفل الفيديو إن شاء الله. بعد كده دول المواقع، دول انا كنت اعمله قبل كده، انت عشان جديد مش هيجيلك دول. بعد كده تضغط على انشاء، هنا هتسمي موقعك. انا انصح باستخدام www.. واسم موقعك مثلا نام. هنا بقى ده رابط موقع، بس ما ينفعش تحط دوت هنا هنا كده وهنا، ما ينفعش. بعد كده هتستخدم بقى النموذج بتاعك، هتحدده. ممكن تاخد نموذج فارغ، يعني يجيب لك يعني الموقع بتاعك هيبقى فاضي ما فيهوش ولا خلفيات ولا اي حاجة. ده النموذج الافتراضي، هو نموذج جميل جدا. استعراض المعرض لمشاهدة المزيد، ده بقى ايه، مش الحاجات اللي الموقع عاملها نفسه، لا. دول الناس عاملين مواقع وانت بتاخد الموقع بتاعهم، بتاخد واحد منهم وتعدل فيه بس، لكن ما يعني مش ده اللي جوجل نفسه مديهولك. ده بقى في عام مميز تعاون اعمال الانشطة والاحداث، اللي انت عايزه هتلاقيه. انا انصح يعني باستخدام اللي هو النماذج الافتراضية اللي جوجل نفسه مديهالك. بعد كده عشان تجيب النماذج اللي جوجل مديها لك، هتضغط هنا تحديد المظهر. هتختار بقى المظهر بتاع الموقع بتاعك، ونفترض انه ده. بعد كده خيارات اخرى عشان تضيف وصف الموقع بتاعك. هتضيف وصف الموقع بتاعك، ضيف، مش هتضيف ما تعملهاش، سيب الخانة فاضية. وهنا بقى لا يحتوي هذا الموقع على محتوى لا يلائم سوى البالغين. بعد كده وصف موقع الويب، ممكن تضيف وصف او ما تضيفش، بس انا انصح انك تضيف، يعني عشان مثلا واحد صاحبك عايز يدخل على الموقع بتاعك ومش عارف اسمه، مثلا انت قايل له انك في حاجات، في مثلا برنامج اسمه فايبر مثلا يعني، هو بقى يروح يكتب فايبر، هيلاقي الموقع بتاعه من ضمن نتائج البحث، الموقع بتاعك قصدي ضمن نتائج البحث. هتكتب بقى رمز التأكيد، بعد كده احنا كده خلصنا كل الخطوات، اسم الموقع ومكان الموقع والنموذج والوصف، بس انا مش هحط وصف بقى عشان يعني ده شرح بس كده. بعد كده نضغط هنا على انشاء، ده نكتبه تاني. بعد كده انشاء الموقع، هنا بقى كده يعني الرابط ده حد ما اختاره قبل كده، احنا بقى نسميه حاجة تانية، يعني ممكن تسميه نيم وان مثلا. انشاء الموقع،
جرى انشاء موقعك، اتعمل خلاص كده، دي الصفحة الرئيسية اهو. وبكده هيكون الموقع اتعمل، وان شاء الله الطريقة هتنجح معاكم، واتمنى لكم بالتوفيق ان شاء الله. والدرس اللي جاي ان شاء الله هتكلم عن يعني هشرح لكم كل صغيرة وكبيرة في الموقع ان شاء الله، يعني هشرح لكم ازاي تعملوا ايه ده بتاع الموقع، ازاي تضيفوا صفحة، تحذفوا في صفحة، تضيفوا وصف، صفحة استقبال، يعني حاجات كتير جدا. كل موجودة في الموقع، المميزات بتاعة الموقع كلها هشرحها لكم ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى لطفي.